انت نويت ان تقطع القراءة في الصلاة وابنك اسمه يحيى وفي كتاب على الترابيزة قدامك وبعدين بتقول له بعد ما قطعت نية القراءة يا يحيى خذ الكتاب بقوة يبقى بطلت صلاتك يا حلو. ليه؟ لأنه قطع نية القراءة فقصد بهذا الكلام كلاما غريبا عن الصلاة. يا إبراهيم أعرض عن هذا، قصد بعدما قطع، فإنه قصد بهذا الكلام وإن كان هذا من كلام الله لفظا، لكن متى يكون قرآنا؟ يجوز لك فيه أن تتلوه في القرآن في الصلاة عندما تقصد ذلك. فإذا قطع القصد الخلاص ده بقى كلام يبطل الصلاة ما دام عمدا، لأن الكلام العمد قليله وكثيره يبطل الصلاة. طب والكلام اللي مش عمد؟ قالوا إذا نسي فتكلم في الصلاة لا تبطل إلا بعد 6 كلمات. يبقى النسيان يسامح في 6 كلمات فأقل، ولكن العمد أبدا ولا يسامح في ولا حرف ولا كلمة. أنت بس خلاص بطلت صلاته ما دام قالها عامداً.